جماعة قبل ما نروحوا أمور كبيرة وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، الله يقرب جرتهم من جرتنا أصحاب الإعلام هذا. قبل ما نحكيو على القوة الضريبة في الاعتذار، باسكو اليوم رانا نطلبوا في السماح، قلت نديروا دورة. الحملة الانتخابية راهي مستمرة على قدم وساق، نشوفوا تراش. عجبني التعليق هذا، انا كي نقول لكم حاجه انتم ما تصدقونيش، اصبروا. هذا السيد ولا السيده الكريمه قال لك سي لوم كو جو ديتست لو بلوس او موند. كي قلت لكم في الجزائر كاين نتنياهو يكرهو، وكاين شوقي بن زهر، انا ونتنياهو رانا نتنافسو شكون هو اكثر واحد مكره في الجزائر. اللي يقول الصح في المزبله تاع الجزائر الجديده، كيفاش تحبي تحب يدخل لهم في قلوبهم؟ حتى انا نقصح شويه الصراحه، راني قلت راح نقصش نكالمي شويه الحاله، بزاف عليهم. المهم الحمله الانتخابيه باش نقصوا شويه، نحاولوا نستعطفوا شويه انصار النظام، نبينوا المستوى صراحه. لما يكون مستوى لا باس به، لما يكون خطاب سياسي في المستوى، الانسان يبين الامور هذه، ما يبينش فقط السلبيات تاع المزبله، عفوا تاع القوى الضريبه. بسم الله. هؤلاء الحراقه لو كان يجوا فقط في الصيف ويشوفوا الجاليه تاعنا الجزائريه كيف تاتي من اوروبا وهي مخففه، وكيف تعود من الجزائر وهي مثقله بكل الادوات الكهرومنزليه والاغذيه. حبيبنا راه يقول للحراق انتم وين كان تجيو تشوفوا هذوك الزماقره هذوك يجيو مخففين يروحوا مثقلين مثقلين بالمزابل، باسكو هما يحبوا المزابل، يجيو يلقطوا المزابل تاع الجزائر كامل ويجيو يطلعوها يزيدوا يرميوها هنا في فرنسا ويهبطوا المزابل تاع فرنسا كي يجيو. قال لهم روحوا تشوفوا علاش راكم تحرقوا صاحبي، ها المعيشه، الظروف المعيشيه، الحياه الكريمه، ثم تضلوا حارقين وتضيعوا في دراهمكم، والشعر الاصفر راه زادم علينا عن قريب في البوطيات. والخيرات التي هي متوفره في بلادنا ورخيصه بعشرات المرات مقارنه بالاتحاد الاوروبي. هؤلاء الحراقه لو كان احنا خير من الاتحاد الاوروبي، قال لك الاسعار عندنا احسن. والجماعة يصفقوا في الصالة، أنا ما فهمتش وين عايشين. وصراحة راه كاين ناس هكا يعجبهم هو على بالو بالواقع وعلى بالو باللي عايش، باللي الفرد الجزائري اليوم أكبر واحد يعيش الذل فوق وجه الكرة الأرضية هو الفرد الجزائري، والدليل راكم تشوفوهم يوميا. الفرد الجزائري اليوم بقى له يطلع في المواقع يبين أخلاقه وينزل، هذا هو الشيء، ما يقدر يناقش، ما عنده انجاز يفتخر به، ما عنده ماكله تصلح قاعد ياكل في بروتينات، ولا انت على بالك ما تاكلش البروتينر ولا الجسد تاعك يتدمر اصاحبي. عليه تلقاهم ما قادرينش، الخلايا تاع المخ تاعهم ما عندهاش واش تحتاج باش تخدم، ما على باليش واش هي العناصر الغذائيه اللي لازم للخلايا تاع المخ باش تخدم، لكن اكيد الفرد الجزائري مش متوفرت له، عليها ولا هو هكا مزابلك. ومن بعد يجيك ممثل تاع تبونا قول لك والله رانا هادو الحراقه اللي هاربين لو كان يشوفوا الجزائر كيفاش عايشين. ياي حسنا نشوفوا هاد الجزائريين هادو، شوفوا لنا خونا هذا دوك نشوفوه كيفاش لنا. اللي قالوا له حل طراش، اصبر، إذا راهو ظلم روحو جنى على نفسه. السيد تالو ما قادرش يعيش، هارب مع الطفيل تاعو ربي يحفظه له، هارب مع الزوجة الكريمة في البوطي، وهو يقول لنا أبو الناس عايشة صديقي. بكم الحمله هما من بكري الحملات الانتخابيه، فهو كلش في الجزائر اصلا مضحكه،
احنا بلاد من 62 وحنا نضحكوا في العالم، 62 وحنا اضحوكة مسخرة، ما على باليش علاش. كي تروح للحملات الانتخابية تاع بوتفليقة، كانت انتخابات وحيدة كان فيها واحد باسكو كانت التناطحات بين الجنرالات وقتها، كانت الانتخابات سنة 2004 نشفع عليها كيما درك، وكان حقيقة النقاش كان وقتها بن فليس هذا وكان عبد العزيز بوتفليقة، لأنه وقتها جزء من الجيش كان يريد أنه بوتفليقة ما يمرش العهدة ثانية، وكان كواحد الحركية كانت نقاشات شوية سياسية، كان مترشح وقتها سعيد سعدي إلى حد ما، الباقي غير المهازل والمساخر. بعد بداو هذيك يركعوا ويسلموا على الكادر تاع بوتفليقة، درك راكم تشوفوا واحد يسجد للتبون. ما فهمتش علاش حنا درنا المولع الزواج لك، حنا واش درنا تاريخيا؟ يعني باللي في وقت الاتراك الشيء اللي صرا في الوقت تاع الاحتلال العثماني للجزائر بنت لي درنا امور كبيره هذاك الزمان، كانوا صح صراحه كان موجون كبير يعني، باسكو الاتراك كيعرفوا غير الامور، كان موجون كبير يعني باسكو الاتراك يعرفوا غير الامور، كان موجون. الى تاعو علاش شريتو له، علاش شريتو له هاتف؟ ساكو بروبليم دو كون، ماشي مشكل تاع لا كونيكسيون راه ما كانش، راه مشكل تاع التبليغات. اصبروا، هل الان تسمعوا فيا جيدا؟ انا راني نشوف التعليقات تاعكم. واحد ما راه يقول لي شكون انت تربيت بيوت الراديلا راه هنايا دركا مليحه، ما كانش انقطاعات الان في اللحظه هذه في الثانيه هذه. اوكي جود، ما فهمتش هذا شكون شرى له هاتف برك. ايش تقولي؟ انا راني نشوف اللايف يروح ويجي يطلع ويهبط، كاينه اشكاليه. هذه هي الحمله الانتخابيه في المزبله تاع الجزائر الجديده. يجدك نحيولو التليفون، نحيولو الهاتف، علاه كيطلعو معايا ما نقدرش نحكي معاهم، يهضرو هك باسكو ما نشوفوهمش في الشاشة. درك هادوك اللي يطلعو، هادوك اللي عندهم نقول لهم ضبطوا الهرمونات، هم هكا تسمى في الحالة هادي، علاه ما نقدرش نحكي معاهم. ودركا ما بقى في البلاد هادي لا كبير لا صغير، الناس كامل هبلت. كم يبلو ميش صاري في البلاد هذي؟ بصح صراحة البلاد من الجزائري الفرد الجزائري هذا اليوم والله ما تفهموش صاري يعني البلاد هذي، ما تقدر تحكي معاه لا تربية لا أخلاق، العياط السبان الشتم، على بالي البلاد مزبلة بصح لو كان نكملوه كارو ما بقاش أصاحبي، راه والله ما بقى. ولا ممكن كي نحكي دايما كي نحكي على المواضيع ولا ليبيا ولا لي سوجي هادو دايما يكون إشكاليات في اللايف. سا ريكومونس، اصبروا معنا وخلاص واش راح نقول لكم. بقى لهم غير شوف دركا مؤخرا صراحه الشهر هذا او سي انكرويابل، على بالك شوف مع النوض مع الصباح لي نوتيفيكاسيون هذوك تاع كي يحبوا يقرصنوا لك الحسابات بالتيك توك باليوتيوب باكس، خصوصا اكس، ما فهمتش انا واش ضرهم في تويتر هذا يوميا، خصوصا الشهر هذا انني متعود دركا منذ سنوات يعني والله ما هذه راهي عاده، بصح الرسائل تاع السب والشتم
تاري جامي شفت كما الفترة هذه. على بالي الصراخ على قدر الألم، ايه قصة يبان لي شوية ان شاء الله برك المولى عز وجل ما يحاسبناش على نقصوا شوية جماعة، وحدة 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 دوكا دوكا. من باب انا قلت نحاولوا جماعة كون ما كنت تشوفوا المستوى ساعة ساعة ينزل شوية، قلت نحاولوا نديروا اليوم شوية فلسفة، نحاولوا نرفعوا شوية المستوى، نخرجوا من الجو هذا والحملة الانتخابية والسبان والعياط وكلش، ندخلوا في الفلسفة جماعة. والفلسفة مع واحد من أكبر الفلاسفة فيلسوف زمانه، هذا الشخص اسمه عبد المجيد عبد المجيد تبون. نعم وهذا الفيلسوف التعقيد تاع الخطابات تاعو، الدقه الانتقاء تاع الكلمات تاع الفيلسوف هذا عبد المجيد تبون، خلات الخبراء خلات الباحثين يديروا دراسات في الموضوع هذا. والله اقسم بالله غير ما نضحك، اليوم راح العنوان ومن جريده جزائريه هو قراءة في فكر الرئيس تبون. كنتوش تعرفوا الفيلسوف هذا انتم؟ صاحب هذه القراءة في فكر الرئيس تبون هو شخص اسمه إطار ومحلل سياسي، ماشي شوقي بن زهرة، هذا هو صابور ما على باليش كيفاش. المهم شد روحك، القراءة في فكر الرئيس تبون اليوم راه المستوى عالي جماعة، اللي ما عندوش مستوى غير يخرج من اللايف، راك ما تفهمش، راكم ما تفهموش، راه مستوى عالي بزاف. قال لك اثبت السيد عبد المجيد تبون في عصر المعادلات الصماء، نعم، انه هو الوحيد تقريبا الذي نجحت افكاره في استقطاب المئات من المتحمسين اعتمادا على جاذبية أفكاره وتماسك منهجه الفكري. نعم الجاذبية تاع الأفكار تاع الفيلسوف هذا عبد المجيد تبون، لما مثلا كان يخاطب في المشير خليفة حفتر وقال له تشك لما قال مثلا هذا الفيلسوف الكبير عبد المجيد تبون في احد خطاباته الشهيره التي خلدها التاريخ، طاطا اختي. نعم لما قال فيلسوف هذا اللي يخرج على الصف نعطيه بالحجره، هذه اشهر الخطابات اقوال ماثوره. ويقول هذا المحلل هذا السياسي الكبير، فكر عابر للقوميه بتعبيرات الفكر السياسي. شو انت فكر عابر للقومية؟ فكرة رئيس الجمهورية من منظور فلسفي، دركا رانا ندخلوا في المنظور الفلسفي، على بالي ما فهمتوا والو، انتم ما عندكمش المستوى، حبسي هنا. ايه ضحكوا، هذه حاجة تضحك هذه. هي فكرة جدل الإنسان المبسطة والتي تقوم على حكم استخلص من التضاد القائم بين فلسفتين، كان لهما حظ كبير من الديوع والتأثير الفكري في القرنين 19 و20. أقسم بالله راني نقرا حقيقة، هذا هو مكتوب، ما هو مكتوب الفلسفة الجدلية المثالية التي أبدعها الفيلسوف الألماني هيجل، والأخرى هي الفلسفة الجدلية المادية التي أبدعها كارل ماركس. الأولى تقصر التطور أو الجدل على مسار الفكر الخالص وحده، والثانية تقصر التطور على مسار المادة وحدها. وعليه شد روحك، فإن الرئيس تبون قد يعتبر أن
كلا من الفلسفة المثالية والفلسفة المادية قد بدأتا من فرضيتين ميتافيزيقيتين مختلفتين الحديث. علامة استفهام، علامة تعجب، بوم. ما صراحة ما فهمت، أنا ما على باليش اللي فهمي فهمني، والله ما فهمت. ممكن المستوى الفكري تاعي محدود، ما فهمت فيها والو. وعلى هذا الأساس لا يمكننا فهم تطور الطبيعة بدون وجود الإنسان، عدا أنه الكائن الوحيد الذي يتدخل في الطبيعة ليعيد تشكيلتها وفق إرادته. ولو لم يوجد الإنسان ووعيه لبقيت الطبيعة متحولة وفق قوانينها النوعية. ربما سيقيد الرئيس تبون أن ينافس في أسلوبه وبنائه السياسي السيرة الذاتية التي كتبها عميد الأدب المربي طه حسين تحت عنوان الأيام. دخل ما فهمت، والله ما فهمت حاجة. واحد قال لي جو تيكوت با، وانا راني كاع نقرا واني مانيش فاهم. انا لا ناكش ما فهمت اصاحبي، راني نلعب فيها برك. حيث ان استشراف رئيس الجمهورية للاوضاع داخليا وخارجيا وقدرته على فهم المتغيرات جعلته يستبق الاحداث. كيفاش يستبق الاحداث؟ هو اللي نهار بيدرو سانشيز بعث رسالة للعالم المغربي محمد السادس يدعم فيها خيار الحكم الذاتي، قال لك تبون بانه افتجئنا، ما كانش على بالنا. كيفاش ما استبقش، كيفاش ما استبقش اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء؟ بقرارات كانت معظمها صائبة منذ اعتلائه سدة الحكم. فهذه القراءة للأحداث كانت نتاج حكمة وبصيرة يتمتع بها الرئيس. باتفاق الأعداء قبل الأصدقاء، راكم متفقين؟ هاد الأعداء حسيتوها في جنابكم. ما جعل سياسة الدولة في حلحلة الأزمات محل إشادة واسعة من المجتمع الدولي، والدليل أن سيرغي لافروف قال على الجزائر لا وزن لها بلا مواقف. شكرا لكم. ما كانش واحد يبيع لي ريكا هنا. استنى تشوف. واصبح كيما قال الفيلسوف. اصبر. واصبح كيما قال الفيلسوف. الفيلسوف قال لك انا نفهم الديب لما من يكون ياكل في الخروف تسيل اللعاب نتاعو يريك بالدارجه، يريك هو ياكل في الخروف يتلدد. اما الخروف ياكل فيه الديب هو اللعاب نتاعو تسيل، هو يريك ويتلدد لان الديب ياكل فيه. هذه وضعيه خطيره. نعم صح، سيل السمي دي مازوشي. شفت كي يكون واحد يهضر انت تقول له كحتو انت ما فاهم والو. ايه صح، خلنا مازوشيزم. هي تبون انت تحب الامورات هذه مازوخيه وكذا. اذا درك انتم الواحد يحب يرفع شويه المستوى ضلوا تشكيو ارفع لنا المستوى، المتدخلين اللي يطلعوا ما كانش المستوى، كي نرفعوا المستوى تولي تضحكوا. واش يضحك فيكم؟ راه الموضوع جدي، راهي فلسفه هذه. راه الانسان كي ما يفهمش يركز ويريح ويسال. شكون هذا؟ بصح هادي تاع فكر تبون هادي هي اللي باقيه فيا، قراءه في فكر تبون. الفلسفه تاع تبون، تبون عنده فلسفه يا جدك. بلاد هادي والله صراحه هبطوا الجينيريك، هبطوا لنا الجينيريك ونسهلوا كامل ونتهناو.
جماعه تذكروا البارح نروحوا شويه دوكا من المستوى تاع الفلسفه نعاودوا نهبطوا حنا الحياه العاديه الامور اللي نفهموا فيها شويه. هذه الامور كبيره علينا صراحه تتجاوز انا الفهم تاعي الامور هذه. انا نستعرف كيما نكونش عندي المستوى نستعرف ما كانش مشكل. البارح شفتوا هذاك وين راح وين راح هذوك اللي زعما جابوه في قناه الجزائر الدوليه العريان هذاك وين راح بالصح ما فهمتش علاش ما لقيتوش واش هادو نحاولنا فويو travers ces réseaux de drogue ou qui vous voulez voler un enfant, il y en a, vous voulez violer un enfant, il y en a, vous voulez acheter de la drogue, il y en a, vous voulez de la prostitution, il y en a, vous voulez des casinos, il y en a. Bah, excusez-moi, c'est tout sauf un pays, c'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. Donc le Maroc est devenu un lieu de villégiature de nombreux criminels de guerre, de l'antinationaliste et de nombreux tout à fait de tout à fait. Pas que des criminels de guerre, de grands vendeurs de drogue, de dealers, qui s'occupent de la pédophilie. Et l'ancien chef d'État kidnapping d'enfants, la liste est très longue. Et c'est des chaînes de télévision qu'ils ont repris dans l'État sioniste et aussi Allah, ils ont fait de l'entité sioniste. Tout à fait, Israël. Il faut rappeler que. Bien sûr, depuis même à l'époque de son père. Un lien direct entre cet État voyou et tout ce qui est des Le Mohim, raconte Choufou Fihada, le Medou Mehdi Ghazar, Hulikan, Kan, chroniqueur FIRMC, FIRANAT. RMC الفرنسية في حصة اسمها لي جي جي بطبيعة حصة يشوفوها الكثير وصار حتى مؤخرا يدير في البروباغندا للنظام الجزائري في الحصة تبقى صراحة تساؤلات الحصة هذه كيف فتحت المجال للممثل الرسمي لعبد المجيد تبون في فرنسا وإنسان متورط في فضائح فساد هذا الإنسان الشريك مع ابن محمد رواوة اللي كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم واحد من أكبر الفاسدين في الجزائر معروف بالقرب تاعو مع السفاره المهم على كل حال هذه الامور رانا تكلمنا الموضوع راني تكلمت عليه في اكس في الشق الفرنسي تاعو حنا ما يهمنا ربما هو الشق المرتبط بالمنطقه وهذا زاد يعني زعما لي زوم قال لك استنى نسمعوا واش قال في احد اللايفات مع تاع العرايه هذوك alors je sais que je vais me faire attaquer que Et j'ai l'habitude, les grands, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai le cuir dur. Je suis un Algérien, on n'a peur de rien, sauf de Dieu, et on respecte nos parents. Donc, blague à part. Alors, Les Algériens rasa ou les khalat fina baza. Alors, je vais voir le résultat où nous sommes aujourd'hui. Je te vois dire que tu as... هذاك الرسوم المتحركة هذاك اللي تجي بعدها few moments later راهي هذه هي تخيلوها في راسكم few moments later وصرا بالصوت هذاك بسم الله الرجل شحال واعرة touché la fierté ou la dignité du peuple frère marocain et je précise bien du peuple frère marocain je suis sincèrement désolé si le peuple marocain a pu être رجعوا لو بوبل فخير ماروكان رجعوا الاشقاء المغاربة ولا سوقي بنزارة يا جدك ولا يقول لك الاشقاء المغاربة انا ماشي هكا انا يطلعوا معي المغاربة شفت كيفاش نحكي معاهم انا وساعات والله نتبلى عليهم رغم انني اكبر عميل تاع المخزن فوق وجه الكرة الارضية مرة واحد قال لي انت اكبر مدافع على المخزن قلت له انا والدرون كيف كاين الدرون في المنطقة العازلة كاين شوقي بنزارة في المنصات المهم سيخونا ولا الاشي قادر كنتكلموا على الدلالة تاعها باسكو هو ماشي اعتذار ماهوش يسميه الانبطاح C'est leur contexte et Dieu peut être très maladroitement et très maladroitement formulé de ma part. Et sachez qu'en rien, j'ai une animosité envers le peuple marocain. C'est que le peuple marocain est un peuple frère. Tel qu'il n'a pas d'animosité envers le peuple marocain. Mais d'où je suis allé chez le Maghrébi. Quel barque عليكم عندكم يغتصبوكم النساء تاعكم فيهم وفيهم رجالكم فيهم وفيهم ماكمش بلاد سب لكم الملك سب لكم المستشار تاع الملك حاب يقسم لكم بلادكم على زوج
بس كي ما بادا نيموزيتي ما عندوش حقد عليكم كما النظام الجزائري ما عندوش مشكل مع المغرب حبر كيقسم المغرب على زوج ها انتم تاني وش فيها كونوا كرامة شوية صعبين انتم على جال طرف الارض درتوا لنا قصة حنا حابين نقسموكم برك بصح نحبوكم ما نقسموكم على زوج بصح نحبوكم انتم خاوتنا بصح هذيك الصحراء نديوها بصح انتم خاوتنا والجزائر ليست طرف النزاع بصح نقسموكم على زوج Frère, les gens qui me connaissent le savent très bien que ça restera toute ma vie un peuple frère, que j'ai énormément d'amis, de collaborateurs marocains avec qui j'ai toujours eu une parfaite. Ça va, Allah, on a dit que nous avons 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 dit سامحونا صح انتم علاش تحقدوا علي نقسموكم برك بصح ما تحقدوش علينا خاوتنا خاوه خاوه وقسموكم على زوج بصح خاوه خاوه considération relation donc en aucun cas je n'ai ni animosité ni rancœur avec le peuple marocain donc ce n'est pas du tout dirigé contre le peuple marocain je tiens à préciser pas du tout peut-être que pas du tout قال لك من الكلام تاعو مش موجه للشعب المغربي راه كان يحكي على موريتانيا راكم ما فهمتوش برك انا ني قلت البارح انا والله ني قريت له العذر قلت انا كي كان يهضر باللي يحكي على جمهوريه تندوف لو كان تواصل معايا والزوجه الكريمه تاعو راهي تضل تحكي عليا وتسب فيا لو كانت الزوجه الكريمه تواصلت معايا برك كنا نفهمها كيفاش لا 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 ميثود فهمها الطريقه راهي ماشي انت تجمع العرض راهي صح عنده زوجه تاعو كيف كيف طبل النظام الجزائري وخالصه من عند النظام الجزائري وتضل تسب في شوقي بن زهره مي لو كان والله نصحتك قول لهم راني كنت نحكي على جمهوريه تندوف في هذاك الوقت النظام الجزائري قطع عليك كلش هو بطبيعه الحال ما حدث صباح اليوم استنى تشوف استنى تشوف صراحه المخزن واعر وين راحت لا ريبونس بار ميدي غيزار سو هوب suite au propos inacceptable tenu par Mehdi Ghezard sur une télévision étrangère, la direction de RMC et l'émission Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezard à l'antenne. Que ce soit RMC ou les animateurs des Grandes Gueules se désolidarisent de ses propos tenus à titre personnel, ceci ne correspond pas aux valeurs d'RMC et DGG, point final, pas d'autres commentaires. Pas d'autres commentaires. Allez, que les halles, les sahadis, المدير تاع الاخبار كاين مدير اخبار في القناه تاع في القناه الكامله في المجمع تاع بي اف ام تي في ايضا عنده ارتباط مع النظام لا ادري اذا كانت عندها علاقه لكن صراحه غريبه القضيه هذه هذا مهدي غزار هذا راهو المدير الرسمي الممثل الرسمي لعبد المجيد تبون في فرنسا كان كرونيكور في الحصه هذه والمشكل انهم الكلام تاعهم فقط الكلام تاعهم راهو الضغط باسكو المغاربه طاحوا عليهم كيفاش 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 الضغط هذاك ولا ردود الافعال هي اللي خلات وهي اللي خلات هذاك القذارة واللي يعتذر كالحقير وضيع نزل راسه صغيرا وبدا يعتذر لانه على المصالح الشخصيه تاعو لكن هو النظام الجزائري راهم داروا اللقطه تاعهم اللقطه تاعهم هي ارسال الرساله اللي حبوا يوصلوها على بالكم الدعوه هذه راهي خطيره جدا واش قالوا هذا الشخص باسكو كيقول لك انه المغاربه اي سون تو سوف مسلمون يعني انهم كل شيء الا مسلمين الخطاب التكفيري هذا اللي فيه جانب تاع الاخوه المسلمين الكلام على اندري ازولاي اللي هو باش يحط باش يستهدف يعني راكم تعرفوا النظام الجزائري في قضيه اعتراف فرنسا بمغربيه الصحراء هو يعترف أن اللوبي الصهيو ما يسميه اللوبي الصهيو مخزني هو من كان وراء ذلك العمل القذر راه داروه هذا سي جوست ان ناجون هذا وخدام
هذا مصلحته راه دارها الاعتذار تاعو لانه عنده مصالح اصلا عنده مصالح مع مغاربه عليها راه بدا يعتذر هكا لكن القضيه مازالت عندها تداعيات الاولى كيفاش هادي اغمسي يخدموا انسان يدير في البروباغندا تاع النظام الجزائري هذه فيها اشكاليه كبيره ولو انهم الان جاتهم ضربه لانهم بالحماقه تاعهم حتى ال24 حذفت الحصه من الحساب تاعها تاع اليوتيوب حذفوها ليميسيون اي تي سوبريمي حذفوا الحصه من حساب اليوتيوب معناتها فاقوا لانه اصلا عندهم استوديو في فرنسا واليوم راح تكون عندها تداعيات القضيه هذه قلت لكم راح تكبر لانه عندها تداعيات اكبر من الشخص هذا قذارة هذا خدام برك هذا ماهوش طبيعه الحال هو لو كان تكون المنطق في القضيه هذه الناس اني شفت بعد اليوم ولو انه كاين على ما اظن نقابه المحامين راح يتابعوا القضيه لانه الناس يظنون بانه درك سحبوا من الحصه هذه راهو انتصار لا القضيه راهي اكبر هذا الانسان راهو حطوا انسيبل حط هدف على ناس في فرنسا ومصالح مغربيه في فرنسا هذه هي الرساله اللي حبي يوصلها سي بوغ ميتر اون سيبل الخطاب هذا راه خطير على بالك التكفير الخطاب التكفيري هذا ولو انه هادو الناس اللي عندهم علاقه بالدين لا والو هو خدمه للنظام الجزائري اصلا الكلام هذا راه كبير عليه لكن هو يحط هدف باش هنا قادر واحد من انصار النظام ولا ناس لومبدا لانهم ما يقدروش النظام الجزائري يدير امور في فرنسا بشكل مباشر يعني بصح الطريقه الوضيعه هذه انكم تورطوا صوره الجزائر في الامور هذه ودرك يولي هذا المزبله يعتذر حقير هذا صاغر انا مهبط راسو علاش تحطوا نفسكم في المواقف البايخه يا اخي الدوله الجاره يا اخي كاين درك صراع الناس تضل تسب في بعضها في المواقع بصح عمرك ما تشوف قناه رسميه دير حصه تقول لك مثلا الجزائر بلد الشواد على سبيل المثال باسكو في الجزائر عندنا البلد الوحيد في العالم الإسلامي اللي صرا فيه زواج مثلي في ولاية قسنطينة أنا عمري ما شفت قناة رسمية مغربية دارت موضوع كما هذا قول ما تريد كاين بزاف الأمور يقدر يستثمر فيها الواحد فضائح أخلاقية كبرى في الجزائر كاين مسؤول تاع السيايا صور تقريبا أكثر من 100 امرأة جزائرية في وضعيات ومسؤولات من بينهم مسؤولات القضية هذه كانت منذ سنوات قليلة كاين بزاف أمور تقدر تستثمر فيها كاين اعتداء على الأطفال كاين كل شيء بصح عمري ما شفت أنا قناة في الدولة الجارة باسكو هما ماشي باسكو يحبوك أم يشوهوا صورة بلادهم لو كان يديروا لقطة كما هذه راك تشوه في صورة بلادك لما تسب في قناة رسمية راه كاين طريقه تاع توجه النقاش مثلا تخليه في المواقع عبر مواقع تابعه ليك بشكل غير مباشر عبر بروباغندا بصح انت كيفاش دير قناه من تمويل عمومي تجيب تسب فيها بشعب جار بطريقه حقيره وضيعه راه حتى الطريقه تاع انكم تعاديو الناس ما تعرفوش تعاديو الناس راكم عراي راكم في التعرايت حبسين حتى في التصرفات تاع العراية ما عندكمش مستوى ما عندكمش مستوى تاع انكم تترفعوا شويه تديروا الامر بشكل مبطن ترباو شويه ترباو حشموا على ارواحكم في قناه رسميه تهضروا هضره كيما هذه ترباو صاحبي ابسط حاجه سي لو بلو سامبل انه تكون هو اصلا انه الصراع كان مفروض انه يبقى في اطار انتم راه خرجتوا كل شيء من الاطار بصح انك في قناه رسميه اعطيني هايا نتحدى واحد يجيب لي مثلا هذيك دوزام ولا داروا حصه يهضروا فيها مثلا على الفضائح الاخلاقيه في الجزائر وما اكثرها ولا يديروا حصة تاريخية على ما كان في زمن الاستعمار بيوت الدعارة وكلش اللي كانت تعرفوا بأنه الجزائر هي أول بلد قننت فيه الدعارة في وقت الاستعمار لما جاء الاستعمار الفرنسي احنا الدعارة قننت في البداية تاع الاستعمار
عمري ما شفت انا واحد مدير حصه على الموضوع هذا، باسكو هما يعرفوا مصلحه بلادهم. كي يهاجمك يخلق لك موقع غير رسمي يهاجمك فيه. دوك انت لو كان تروح عند الدوله هذه، عند الدوله المغربيه، تقول لهم علاش راكم تهاجموا فينا بالموقع الفلاني، يقول لك الموقع الفلاني ما عندوش علاقه بالدوله. خاطيني، عندك دليل؟ هات خاطيني. انتوما راهي قناه الجزائر الدوليه ال 24 وتوليو دركا تحذفوا في الحصص، تقول راكم صفحه دبابيه، صفحه تاع دباب الكتروني، انتوما راكم نظام تاع الدباب تاع مستنقعات تاع حقاره تاع وضع قذاره. ما تحشموش البلاد، الصوره تاع البلاد مسحتو بين الارض. دركا في فرنسا الناس كامل طبقة سياسية، ولو أنه ما كانش كلام كبير، أنا بالنسبة لي هذه القضية لم تأخذ البعد الذي لابد أن تأخذه، لكن كامل متضامنين مع المغرب. باسكو واحد عراية، واحد ما يساندكم، عراية عراية. وسختونا يا جدك، قذارة. والدليل أنه عراية هو ماشي فقط في هذه، أكبر عريان شكون والموضوع أو مرتبط نديرو الانتقال السادس. ماذا عن حفتر سيد الرئيس؟ ما نشخص في الأمور. أنا حفتر كلفوا لي بيت، كلفوا به الليبيين، أنا ما عندي. ويريد ترشح للرئاسية؟ أكشغلوا إلا كان قابلينه الليبيين شنيلو تهديدات تعود للجزائر. تك شك، روح روح فوت، غير روح وهدد الجزائر. تليفون كاين الليبيين تواصلوا معايا، قالوا لي انت احنا حبينا نردوا على تبون، بصح واش معناتها تشك هذه؟ واش راهو يهضر؟ والله على بالك القذاره تاع تبون، حتى باش يردوا عليه الناس ما يقدروش، باسكو ما فاهمينش واش قاعد يهضر. انت باش ترد على بنادم لازم تكون انت اللي يجيب الكلام تاعو، لازم الكلام تاعو يكون مفهوم. ما فهموش، قال لك حابين نردوا. اوكي يا تبون، حفتر ما يردش عليك، الشعب الليبي راه غاضوا تبون، قالوا له دوك نردوا. قال لك بصح فهمني، بعثوا لي قالوا لي فهمنا برك هذه الشك هذه واش معناتها شك. اكبر عريان، اني قلت لكم اكبر عريان راهو هو الممثل تاع الجزائر في العالم، اكبر عريان. ماذا عن حفتر سيد الرئيس؟ هذه هاكم تشوفوا في التاريخ 11 اكتوبر 2021، تعرفوا باللي الى يوم الخلق هذا لم يرد المشير خليفه حفتر على هذا الكلام. قال لهم لوز الله بلا موقف قبل حتى ما يقول على لافروف، قال لهم هذوك نرد عليهم انا. وقال لك حفتر عنده ملف في الديسك تاعو، الملف هو انه يستنجد ببعض الخبراء في اللسانيات باش يشرحوا له معنى كلمه تشك، باش كش نهار كي يكون عنده الوقت يرد على تبون. اي الساعه عنده الشغالات بزاف، مازال ما وصلش الملف هذاك. كيفاش راح يرد عليه؟ يقول لهم الرئيس الجزائري لما قال عني تشك انا ارد عليه تشك فيك. حفتره ماشي عريان صاحبي، حفتره كان في الولايات المتحده الامريكيه، انسان مهما كان كيتكلم يتكلم في مستوى معين، حتى اذا كان عسكري صراحه يعني. او ما يقدرش يرد عريان كما تبون، راهم يردوا عليه ناس في الشوارع ولا يضحكوا عليه. الجاره الغربيه راه قال لك راهم يطالبوا باستمرار تبون لخمس سنوات اخرى. اكبر داعمين لتبون هما المغاربه، قسما بالله الشعب المغربي هو اكبر داعم لتبون، راهم يديروا له في الحمله الانتخابيه بقوه. قال لك يزيد خمس سنين، راه قال لك راهم لو كان يروح تبون ينتحروا، الشعب كامل يرمي روحه في المحيط الاطلسي. جدك راهم بيان، انت رئيس يخرج
صراحة كي تكون ماشي جزائري تبون طوب تضحك يا صاحبي. ومرة يقول لك تشيك، مرة يقول لك اللي نحكمه ماني طالقه، مرة يقول لك طاطا اختي، مرة يقول لك احنا ثالث اقتصاد في العالم، مرة يقول لك مصر فتحوا لنا الحدود يا اخو. لو كان جيت من الدول تاع العالم كامل ندعمو خويا باش يستمر لي 5 سنوات. بصح كي تكون جزائري راه اشكالية كبيرة. يعني كيفاش راح يرد خليفة حفتر على الخطاب هذا؟ تشك كيفاش راح يرد؟ هما اصلا نتوما راكم عرايا راه ما يردش عليكم. بصح كيفاش راح يرد عليك حفتر لو كان يحب يدير عمل خيري باش ما يخليكش هكاك تسنى كالحقير وكالوضيع يا تبون، باش ما تبقاش كالحثالة التي انت اكبر حثالة في البلاد دي. كيفاش يرد على تشك؟ ايا اليوم في مدرسة، كاينة مدرسة شوقي بن زهرة لإعادة التربية وكاينة مدرسة حفتر لإعادة التربية. صراحة تاع حفتر في الواعر. هذه كان البارحة اللقاء بين المشير خليفة حفتر وبطبيعة الحال لونغلي اللي هو مايكل لونغلي اللي هو قائد الأفريكوم. افريكوم تعرفوا باللي هي اكبر قوه في على في البحر الابيض المتوسط، لانه القياده تاعها موجوده في في اسبانيا، مع العلم انه كان هناك حديث لنقل القياده للجهه اللي مقابله اسبانيا. ربي ربي عافينا، عافانا الله واياكم. دونك اللقاء بين مشير خليفة حفتر والقائد تاع الافريكوم، بعد لقاء كان مع نائب وزير الدفاع الروسي، بعد اللقاءات اليوم صدام حفتر اللي هو بطبيعة الحال جنرال في الجيش الليبي، هو ابن المشير خليفة حفتر، عنده زيارات الى كل دول المنطقة، مالي، نيجر، بوركينا فاسو مؤخرا، الدولة اللي هاك هذوك اللي راحين نروح نحروا منهم فلسطين. راه صدام حفتر كان يضل تم. على كل حال صراحة براغماتية، وأنا لهذا قلت بأنه عندهم براغماتية كبيرة في التعامل. يعني اليوم المشير خليفة حفتر سواء في قضية التحالفات، سواء في قضية الجاهزية تاع الجيش اللي صار، أنتم ربما ما تتخيلوش أنه الجيش الليبي في البداية لما بدا خليفة حفتر يبني في القوات تاعو كان تقريبا كتيبة، يعني كتيبة مش جيش. اليوم رانا راهم في مستوى يعني مختلف تماما. وهذه الجاهزية وهذه قضية انهم تحركوا جهة الحدود، انهم استطاع المشير خليفة حفتر، لانه هذه القضية تأتي بعد ماذا؟ تأتي بعد العملية اللي تكلمنا عليها لمدة اسابيع، ولهذا كنت مركز انا على الموضوع هذا تاع تأمين الحدود الليبية مع الجزائر، لأنه الجيش الليبي خلاص اقتنعوا بأنه النظام الجزائري هذه الحدود يعني اللي يدخل منها كل أنواع الممنوعات من مخدرات من أسلحة من إرهابيين، إلا الأمور السلبية تأتي من الحدود الجزائرية. لهذا الجيش الليبي تحرك في هذا الاتجاه. ف الناس قول درك التبون يخرج يقول تشك، تفضل زيد قول تشك درك. 2024 صعيبة، 2021 كان سياق واحد آخر، روح قول درك تشك الحفتر، تفضل. أنا ننسنا فرط عن النظام الجزائري، قول له تشك، قول له تشك، هو قايد، هو قايد لافريكوم، قول له تشك. روسيا اللي اليوم الأزمة راهي بدات تتطور، راهي تطور، راح تروح الى تطورات خطيره، لانه كاين عقد تاع اسلحه تقريبا رسميا، مازال ما نتكلموش على الموضوع بالتفاصيل، لكن انه تم هو يقول لك تاجيل تسليم، ولكن راهي رايحه العقوبات الروسيه على النظام الجزائري حتى في قضيه التسليح. يعني راهو متحالف مع فاغنر، منين متحالف الامارات، تحالف كبير بيننا. قول له تشك، تفضل. انا حب في 2024 تخرج وتقول تشك
ولا تقول كلمة من الكلمات المنحطة تاعك. ليبيا لم تأتي على ذكر رئيس المعين تبون مجددا. اليوم راه أحمد عطاف كان في عنده لقاءات متعددة مع وزير الخارجية تاع الحكومة اللي في طرابلس، لكن من غير ذلك، لأنه في المنطقة الناس كامل مالي اليوم مع التحالف تاع مع فاغنر راه يتقصف على بعد 400 متر. حنا عوض اننا نكونوا قوه تاع اننا نجيبوا الحلول، قوه تاع اننا نساعدوا هذه الدول الجاره على انها تخرج من الازمات، حنا صرنا هم مصدر الازمات. لهذا دائما نقول لكم النظام الجزائري سرطان شمال افريقيا، وافريقيا قاطبه ممكن. وهو هنا من يو اس امباسي ليبيا، السفارة الأمريكية في ليبيا، التقى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال لونغلي والقائم بالأعمال بيرنت اليوم بقائد الجيش الوطني الليبي حفتر في بنغازي. بطبيعة الحال القائم في الأعمال الأمريكي راه في طرابلس وانتقل إلى بنغازي مع قائد الأفريكوم لمناقشة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز شراكتها مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعمها الجهود الليبية الرامية إلى حماية، سمعوا مليح، الرامية إلى حماية سيادة ليبيا في ظل التحديات الأمنية والإقليمية. راهو هنا يتكلموا على الحدود. كما شدد على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا وخفض التصعيد في ظل التوترات الحالية تحت الولايات، تحث عفوا الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأطراف الليبية على المشاركة بنا بشكل بناء في حوار بدعم من هنا يقولوا السفارة الليبية الأمريكية في ليبيا والمجتمع الدولي، ولكن يتكلموا على السيادة تاع ليبيا.